الشخصية التالية. ربنا يهديها، ربنا يهديها. فوق تحت؟ لا أكيد باللي عملته فيا 7 أرض. نزلتيها. الشخصية التالية. بحبه قوي، بحبه قوي، بس سابع سما طبعا. هو لذيذ اصلا، بس انا مش عارفه، بحس انه زعلان مني على طول، مش عارفه ليه. مش عارفه زعلان مني ليه. كلمتيه ليه؟ صار في اي كلام لا مع بعض؟ لا بصي، سمير عدل الله يرحمه كان صاحبي قوي 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 قوي، اكتر واحد بحبه في حياتي في العالم. اوكي. والعدليه دول غير انهم اخوات سامي، هم اعظم ناس في المجال يعني. بس انا مدحت العدل، استاذ مدحت العدل كتب بوست الشيمه فيا في مره برضو، مش عارفه ليه. واستاذ جمال برضو بحس انه زعلان مني، بس مش عارفه ليه. ده احساس، انت عندك احساس بس ما فيش حاجه ملموسه. بيشوفني ما بيسلمش عليا. انت طب ليه انت ما بتسلميش عليه؟ بتكسف. يمكن هو بيتكسف برضو. لا ده جمال. لا ممكن، مش عارف، بس طبعا سبع سما. تمام. الشخصيه اللي بعدها جورج ارتاح. 35,000 أرض. نزلتي؟ طبعا طبعا طبعا، لان انا اتصدمت فيه يعني، انا اتصدمت فيه كمشاهده. هو بلدياتك فهنت لا 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 لا، ملاش دعوه. طيب. ملاش دعوه. اللبنانيين والله مش عشان انت قاعده. بيقول لك مزواق صح؟ مزوقين. مزوقين. فحتى الويتر اللي بيجيب لك حاجه يقول لك تقبريني سلامتين على قلبك صحتين. تمام. خلاص؟ فان هو كان بيطلع جنتي قوي في البرنامج ومثقف وشاعر ولغه عربيه طب ايه اللي استفزه للدرجه؟ يشيل الست ينزلها بايدها من على الكرسي وبتاع. طب ايه اللي استفزه؟ هو ده نفس الشخص اللي يقول على واحده اديها بالجزمه؟ ما ده اللي انا مستغرباه. يعني ايه اللي خلاه يعني يطلع من هدومه ويستعمل هذا اللفظ يعني؟ تساليه؟ بس هي دي حقيقته يعني، غير ان هو ماشي على البرنامج بالعنب حافي، معرفش ازاي هو في البرنامج ده كان في حاجه مش طبيعيه. قال لك لا ده احنا نديها بالجزمه. مين دي؟ مين دي اللي يديها بالجزمه؟ انا يعني هو ينفع يقول كده على واحده يعني بتساعده في البيت مثلا؟ ينفع تقولي على اي حد كده اديله بالجزمه؟ ينفع تقولي على زميلك كده؟ ينفع تقولي المصور ده كده؟ ينفع تقولي على اي حد اديله بالجزمه؟ انا استحملت كتير قوي يعني. لو كان قوي. استعمل تعبير اخر كنت تقبلت النقد اكتر؟ يا سيدي فين الادب؟ لا انا بقول فين لغه الحوار؟ فين اي حاجه؟ غلطني، انتقدني، قول اي حاجه، لكن تهني وانا ام يعني؟ انا ابني يبقى عنده 24 سنه كده قاعد قدام واحد او جوزي راجل وهو بيقول يدي امه بالجزمه؟ في حاجه في الدنيا تقول ان ينفع حد اصلا يطلع على شاشه تساليني مثلا فلان ايه اقول لك انا هديله بالجزمه؟ ينفع؟